للحديث عن التهديدات التي أطلقها الحرس الثوري ضد المتظاهرين في إيران ودول الجوار، لا سيما الجار السعودي واتهامها بدعم التظاهرات. معنا من ستوكهولم الكاتب والسياسي الأستاذ طاهر الأحوازي. لماذا أستاذ طاهر، بداية مرحبا بك، لماذا دائما السلطات في إيران تتهم المتظاهرين وتتهم دول تقول إنهم يدعمونها، في حين أن الواقع داخل إيران هو لا يحتاج إلى اتهامات يعني للخارج؟ واقع مزري، اقتصاد متحطم، تدخل إيراني في جميع دول المنطقة، بالتالي الضغط على المواطن الإيراني. لماذا هذه الاتهامات من هنا وهناك تصدر من قبل السلطات والنظام الإيراني دائما عندما تخرج أي تظاهرة شعبية؟ طبعا أول اسمح لي أن أشكركم على الاستضافة وأشكر متابعينكم. بالنسبة لهذا الموضوع الحساس، وعودنا النظام الإيراني منذ 43 عام، يعني منذ إقامته، هو دائما يوجه الأصابع للخارج من أجل يعني إرضاء أتباعه، وأيضا يعني تغيير وغياب الحقيقة يتصور له. ولكن هذه السياسة كشفت وعرفت ليس فقط من الدول الأجنبية أو الخارجية، بل حتى من قبل الشعوب داخل جغرافية ما تسمى إيران، وهو دائما يسوقها هذه من أجل يعني ظروف الصعبة الذي يمر بها. النظام الإيراني الآن ليس لديه وسيلة لداخل الجغرافيا السياسي الإيراني من أجل يوجه الأصابع الاتهام إليه. الآن أصبحت المرأة والرجل الفلاح والعامل والعسكري يعني بالتجارة، كل هذه الشعوب وكل هذه الفئات من المجتمعات هي حقيقة يعني مستاءة من هذا النظام ومن سياسته ومن أساليبه وتعامله. ولا ننسى جميعا يعني النظام الإيراني الانتفاضات السابقة والثورات السابقة يعني قام بالنار والحديد واجه هذه الشعوب. فهذه الحالة اليوم نشوفها، إن كان من اتساع وسعة الثورة أو من يعني ما يتحسس به من ألم موجع هذا النظام، أنه هذه المرة خرجت من يده السيطرة، فأصبح يعني يحاول أن يرمي التهم إن كان للمملكة العربية السعودية أو دول أخرى. واضح أستاذ طاهر. أستاذ طاهر، يعني تصدير الأزمات إلى الخارج، هذه سياسة يصفها الكثير من المراقبين للشأن الإيراني أنها سياسة معتادة منذ أن تولى النظام الإيراني السلطة. دائما ما يصدر المشكلات إلى الخارج يستبق كحالة استباقية، مثلا عندما تقوم إيران بالزج بالحرس الثوري إلى دولة ما جارة، يكون العنوان والمبرر أنه الدفاع عن الأمن الداخلي الإيراني أو الأمن القومي الإيراني. إذا حصلت تظاهرات داخل إيران يكون المبرر تحت عنوان الحفاظ على الأمن القومي أو الأمن الداخلي الإيراني. سياسة تصدير الأزمات لدى النظام الإيراني إلى أي مدى تراها أنها ستنجح أيضا خلال هذه المرحلة؟ بالطبع احنا يعني كما تفضلت، وانا استمرارا لما تفضلت به، كلنا نتذكر الازمه الذي حصلت في بدايه نشوء هذه الدوله يعني عام 79، وصرخ الخميني وجماعته من ثوره الشعوب نفس الحاله اليوم، وحاول ان ينقل المعركه الى العراق الشقيق وحتى دول الخليج، وبدا تحت هذا العنوان للدفاع عن الامن القومي ما تسمى دولة إيران، وبدأ 8 سنين حرب يعني استنزاف، وبالنهاية يعني الجيش العراقي الوطني آنذاك أشرف قادتهم كأس السم. الآن هو حاول أيضا، الآن حاول أن نفس البرنامج يقوم به ونفس الإعدادات، وشاهد جمهورية العراق وغصب كردستان العراق، واتهم جمهورية أذربيجان وحشد جيوشه هناك، ظنا منه أن هذه الشعوب هذه الثورة تقف وتنتبه لشعارات الكاذبة الذي عودت عليها، ولكن الشعوب كانت حاضرة وفطنة ويعني تعلم عن خلفيات هذا النظام الكاذبة بالنسبة لتفعيل الأزمات من أجل
إبعاد الصراع الداخلي لخارج جغرافية ما تسمى إيران. هذا الشيء اللي حقيقة أفشل النظام، كشف سياسة النظام الخارجية والداخلية، يعني هذه أفشل النظام. وأن كان هناك ضحايا في هذه الثورة وهذه الانتفاضة، ولكن الشعوب مستمرة. طيب. رفضت كل توجهات هذا النظام الداخلية والخارجية، والآن نرى يعني جميع الهتافات تهتف بإنهاء هذا النظام وهذه الدكتاتورية بشكل عام. أستاذ طاهر، إلى أي مدى ترى أن النظام الإيراني بات محاصرا الآن، وخاصة بعد دعمه روسيا بحربها ضد أوكرانيا؟ بالطبع النظام الآن أصبح في كماشة. يعني إذا كانت هناك قوة إقليمية وقوة شعبية خاصة، أنه النظام أصبح منتهي الآن. وأنا أتحدث معكم هناك يعني الإدارة الألمانية الآن أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيدخل الحرس الثوري في قائمة الإرهاب. وأيضا القرارات التي سبقتها في هذه المدة من الاتحاد الأوروبي، من كندا، من الولايات المتحدة وغيرها، هذا دليل أنه أصبح النظام في كماشة. هناك حقيقة مطالبة لجبهة عليه أن تفتح، وهي جبهتنا العربية في الأقطار العربية، في العراق الشقيق، في سوريا، في اليمن، في لبنان، في أماكن أخرى. الدول التي حقيقة علينا أن نعطي بلدانها أصبحت محتلة أو متضررة مثل دول الخليج، أن تقف بقوة مع هذه الثورة الشعبية الذي الآن أصبحت من أقصى شمال جغرافية ما تسمى إيران وصولا إلى الأحواز المحتلة، كلها منتظرة ضد هذا النظام وسلطته الإرهابية التوسعية. النظام في كماشة. نعم. لجوء النظام الإيراني إلى الاعتقالات والإعدامات على هذا النحو، هل تعتقد أنه سيفشل الحراك الجاري الشعبي الآن في إيران وهذه التظاهرات؟ هل ستفشل؟ لا أتصور أنه مرحلة ميزان التضحية بالنسبة للشعوب تعدتها. الآن هناك مئات الشهداء، يعني خذها من الأحواز المحتلة وصولا إلى كردستان وبلوشستان و أتراك أذربيجان واللور الآن انتفضوا، والتركمان والبلوش حقيقة يعني زادت المئات، بل نتمكن أن نعدها بالآلاف. ناهيكم عن المحتقلات. والآن وأنا قبل أن أدخل مع حضراتكم في هذا اللقاء المهم وأشكركم عليه، هناك جامعات كردستان في صنندج منتفضة، والقوات الأمنية دخلت لهذه الجامعات وقبلها كانت، ولكن لم تقف هذه الثورة وهذه الانتفاضة. النظام يعني حقيقة أصبح منبوذ، كل توجهاته وكل قواعده الاجتماعية والسياسية والعسكرية أصبحت منبوذ. فالشعوب مستعدة أن يعني حتى وأن ضحت بملايين من أبنائها، عليها أن تنهي هذا النظام وتنهي سيطرته الدموية على الشعوب التي حقيقة تعامل معها منذ 43 عام بالسيف وبالنار والحديد حقيقة، والمشانق معروفة للعالم. إلى أي مدى تعتقد أستاذ طاهر أن الحراك الإيراني الآن يملك الأدوات اللازمة لعمل انتفاضة شاملة شبيهة بالانتفاضة التي حصلت في وقت الشاه؟ هي قاعدة تتقدم إلى الأمام، وأنا أوصفتها بكثير من لقاءاتي يعني عبر قنوات العربية الصديقة. يعني حقيقة إحنا اليوم نمر بمرحلة نفس 79، عندما كنا يعني نتظاهر ونتجول بالشوارع، وكنا ننتظر المؤسسات إن كانت جامعات أو الكليات أو المدارس، وكانت تأتي وتصل بالانتفاضة وتترس الشوارع. الآن الجامعات وصلت، بعدها نتأمل قريبا إن شاء الله الجيش والعسكر يدخل في هذه الانتفاضة. فأتصور يعني المرحلة القادمة ستكون أصعب على هذا النظام. طبعا أنا خلال الكريمة ويعني أدعو العالم، حقيقة ما يقوم به النظام هو كل وصف ما يقوم به داعش الإرهاب على العالم. إذا صحيح يريد أن يحارب مثل هذه الأنظمة وهذه التوجهات الإرهابية والأعمال القاتلة، على العالم الآن يتدخل
في مباشرة لحماية هذه الشعوب. شكرا. أن الشعوب لن تتراجع. من ستوكهولم. الشعوب لن تتراجع وهي ستتراجع. شكرا أستاذ. من ستوكهولم الكاتب والسياسي الأستاذ طاهر الأحوازي، شكرا جزيلا.